بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. وأعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا سموه بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مؤكدا سموه أهمية مواصلة العمل على تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية.